أول شيء بس نقول نحنا f of x equal e to the power x. هذا اللون واضح لكم ولا بدكم أحمر؟ لا أستاذ منيح. منيح طيب. بس نقول نحنا f of x equal e to power x exponential. في عنا شغلتين بدنا نعرفهم. أول شيء x belongs to R to the interval minus infinity plus infinity. مثل ما شفتوا امبارح في الاكزامبلز ما اعطينا كونديشن على الاكس. هذا الشيء المريح بالسولف بالاكسبونشال. ما عندي مشكله بالاكس انا بالاكسبونشال، يعني الباور هون فيها تكون حيلا رقم. بينما الاي باور اكس بحد ذاتها لازم تكون ستريكتلي بوزيتيف. اوكي؟ هيدا بالنسبة لأول بارت عم نحكي عنه، أول شيء الدومين يعني والديفينيشن تبع الإكسبونشال. طيب كمان إذا عندي طيب في عندي هون قدم مشكلة، طيب بدي اضطر أعمل لها هيدي ستوب. هلا معلش بجربت هون هلا يا كمان عندي إذا عندي e power u، يعني إذا عندكم فوق مش بس x حيلا شيء، كمان u belongs to r يعني minus infinity plus infinity وال e power u is always يعني هذا الشيء اللي عم نقوله ما بينطبق بس على x، كمان على حيلا power. هيدا في يكون x بيكون to x بيكون minus x plus 1 بيكون حيلا شيء. Okay, e power u is defined when u belongs to R. But e power u command is always positive. هاي دي أول شيء. هاي دي كتير مهمة كرمال السولف. كرمال ممنوع على exponential انت عم تعمل solve يطلع شيء equal to zero أو يطلع شيء equal to a number negative. Okay, هون ساعتها ممنوع impossible. هاي دي أساسية بالنسبة للسولف. طيب شغلة تانية بالنسبة للسولف، شو هن الproperties اللي شفناها؟ أول شيء شفنا إنه إذا عندي أنا e power x أسميها x كبيرة مش x صغيرة equal a real number a. أوكي طبعا هون فينا brackets a should be شو إنها positive لأنه ممنوع الـ exponential تكون negative. معناتها بنستنتج أولا إنه الـ x equal لن هاي امبارح اشتغلنا عليها. اوكي؟ وبتكفوا عادي، يعني الاكس هون اذا كانت اكس بنوقف، اذا ما كانت اكس يعني اذا كانت مثلا 2x بلس 1، اذا كانت ماينس اكس بلس 2 اتسترا بتكفوا عادي وبتشتغلوا. ماشي؟ هيدي بالنسبة لسولف لأول نوع من الايكويشن. ثاني نوع اللي هو الأهين على فكرة، إذا عندكم e power x equal e power a هون ما في لا كونديشن على الاي ولا شيء، الاي بتروح مع الاي بتصير اكس ايكوال، يعني ما في علامه بيكون هذا الايكويشن. واتفقوا يعني نحن هول النمطين من الايكويشن اللي حنوصل لهم دائما بالسولف. ان كان ايكويشن وان كان ايكويشن. يا بدك توصل لمحل يطلع عندك اكسبوننشال ايكوال ريل نمبر، لازم يكون بوزيتيف هذا الريل نمبر، ساعتها بنستنتج انه الاكس هذا هو اللان لهذا النمبر، يا بدك توصل بالميلتين عندي اكسبوننشال بتروح الاي وبالتالي بصيروا الاكسبوننتس ايكوال لبعض. ما عندي حل غير هيك. نفس الشيء اذا كان اصغر او اذا كان اكبر. نفس الشيء. ما بيتغير. اوكي؟ ما نفس الشيء. اذا كان اصغر بتضل اصغر. واذا كان اكبر بتضل اكبر. يعني بالسولف للانيكواليتي كمان نفس الخبريه. بس هلا حاطي كم اكزامبل عن الانيكواليتي مهمين هيك ممكن يضيعوا شوي حنحكي عنه. هيدي بالنسبة للسولف. هلا في عنا properties أو rules يعني إذا بدكم هيدي شوفوهم هون أو اللي كتير بفيدوكم بالشغل. هن عنا أول شيء e power x times e power y هن اللي شفناهم امبارح حاطينهم بالعكس بس هي نفس القاعدة، يعني بس أنا بيهمني هيك تحفظوها
انواع اكتر نستعملهم بالصوت. يعني اذا عندي product of two exponential وبحاجة لحط ال exponential وحدة فيني اعملها. يعني e ضرب e فيني احط e وحدة power x plus 5. اوكي؟ عندي كمان exponential over exponential يعني e power x over e power y. هون انتبهوا هاي بكل بساطة e power x minus y. هون ما تشغلوا بالكم بالاكسبوننت اذا كانت بوزيتيف او نيجاتيف، ما في مشكلة شو ما كانت. يعني انا هون الاكس والواي مش عم يعني ما عم حدد شو هي. الاكس فيها تكون اكس بلس 1، فيها تكون ماينس اكس، فيها تكون ماينس 2 اكس. اتركوها عادي ما تلعبوا فيها. اوكي اي باور اوفر اي باور خلص هي اي باور اللي فوق الاكسبوننت اللي فوق ناقص الاكسبوننت اللي تحت بكل بساطة. اوكي ما يعني ما تعقدوها اكثر الامور، كثير بسيطة تقريبا. طيب هون and حط مع نفس السطر e power minus x إذا بدي هاي ألعب فيها هي 1 over e power x. اوكي مش e power 1 over x تبولها هاي دي بتساوي e power minus x هي 1 over e x. ماشي مش بنحط exponential وهي بنقلبها الماينس x ما بتساوي 1 over x. اوكي exponential هي اذا بدي غير لها محلها بتصير تحت e power x. نفس الشيء اذا كانت فوق بلس بتصير تحت ماينس. اوكي طيب في عندي بعد تعيد الباور. يعني اذا عندي انا e power مثلا x كلها power k number r بنسموها مش مشكله equal e power r x. يعني اذا عندكم power of a power هون باور هون في باور بضربهم ببعض مش بجمعهم ببعض. هيدي كمان اوقات بطلب استعملها بالصوت. ماشي طلعوا في نقطتين الهدف انه انا حولهم كلهم لاكسبوننشال وحده بس يعني لصيروا 1 اكسبوننشال الشغل يصير سهل. ماشي هيدي بالنسبه للدروس. طيب هون بدنا ننتبه لشغله بمعنى انا معطيك سم هاي على فكرة موجودة بس امبارح نحن ما راح نقراها موجودة بالشرح كمان اللي بعد الكلية. e power x plus e power y هيدي ما عندها رول. اوكي هيدي ما عندها رول يعني هيدي ما بتساوي different من e power مثلا x plus y او x times y بلا 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 etc. اوكي ما عندها قاعدة. فإذا مرقت معك بتضلها هيك. بدك تلاقي طريقة يعني بتلاقي طريقة تانية بتشتغل بس إنه ما عندي قاعدة للسم أوف إكسبوننشال. ماشي أو للديفرنس يعني حتى لو كان في هون ماينس ما عندها قاعدة. أوكي عم نحط ريمارك قدامكم لتنتبهوا لما تغلطوا فيها. بس يكون في عندكم سم لإكسبوننشال ما عندها رول. الرول إني هول بس. برودكت أوف إكسبوننشال، ديفيجن أوف إكسبوننشال power of a power of exponential. يعني إذا exponential عندها power ساعتها بضربهم ببعض لحتى. اوكي غير هيك ما عندي روبس. هذا الموضوع قلنا نطلع. طيب هودي الأساسيات بالنسبة للصور حول دي البارح نحن حكينا عنها. طيب هلا هون إذا بتجي أعطي هون على جانب هيك example هلا بدي غير هون بس هيك نميزهم شوي نرجع. إذا بيجي أنا باخد inequality أو equation خلينا equation بس في نوع equation of second degree مثلا إذا جيت بدي أعمل solve أنا ل e power 2x minus 4 e power x equal to 0 كيف بنعمل solve بهذا equation؟ ركزوا معي. طيب أول شيء هون في عندي e power x وهون في عندي e power 2x. إذا بدك تفكر تاخذ هاي لتاني جهة ما راح تستفيد لأنه راح يطلع e power 2x equal 4ex. 4ex ما فيني مثل اللين طلعه لفوق ما فيني أهرب منه. فهمت كيف؟ يعني هون أنا هلا عم فكر عن تلميذ ممكن يفكر بهذا الشكل. ممكن يجي يفكر ياخذ ال 4 لتاني جهة وتصير بهذا الشكل. بعدين
ما فيني اعمل شيء. اوكي انا هدفي اخلص هون ما بتزبط هي القاعده. انا عندي مشكله بالفور هون، يعني انا ليكو لا تعملوا سولف الايكويشن بدكم توصلوا اخر شيء يا لهي يا لهي، واحده من الثانيه، يعني يا الاكسبوننشال ايكوال لاي نمبر يا الاكسبوننشال ايكوال اكسبوننشال. هون ما وصلت لولا واحد، هون طلع عندي اكسبوننشال ايكوال نمبر تايمز اكسبوننشال، هيدا النمبر ما فيني روحه ما فيني اتخلص منه. فكرمال هيك بدي الاقي طريقه ثانيه هون لاشتغل. هون في طريقتين عم احكي عنها. اول شيء بدنا نتفق انه الاكسبوننشال تو اكس شو هي. اي باور تو اكس اذا بتجوا بتشوفوا هاي e power 2x فيني اعتبرها e power x كلها سكوير. يعني اذا اعتبرنا هون على هالقاعده r equal 2 كيف e power 2x بتصير e power x power 2. يعني بس كنت عندكم ضرب بالاكسبوننتس فيني اقسمهم بتصير e power x power 2 minus 4ex. فهمتوا هون شو صار؟ بس خليناكم تشوفوا انه e power to x هي ذاتها سكوير لاي اكس. هيدي صار شكلها بتشبه equation of second degree. هيدي اللي هون. بس قبل في طريقه هون مسائبه فيني حلها، بما انه ما في constant فينا نعمل factorize ب e power x. اوكي؟ يعني هون لك شو رح اعمل؟ باخذ e x common factor. شو رح بيبقى من الاولى؟ هيدي e power x كلها سكوير، اذا عندكم انتم سكوير واخذتوا وحده برا يبقى وحده جوا. عم تفهموا علي؟ هيدي هون اي باور اكس كلها سكوير، هي كانها اي باور اكس مضروب بحالها. فاخذنا اي باور اكس تبرا، بقي عندي اي باور اكس. وهون جوا شو بقي؟ اي باور اكس اوريدي اخذناها، بقي بس فوق. مش الحال؟ هيدي الستيب فهمتوها من هون لهون؟ ايه اوكي. عندنا فاكتورايز عادي باي باور اكس، عندنا تيرم هو ذاته اي باور اكس اي باور اكس اخذناه كومن فاكتور. هون السائبت فينا نعمل هيك لانه ما في كونستنت، هلا حتشوف بعد شوي بس يكون في كونستنت شو بنعمل. هلا بنحل عادي. عندي برودكت ايكوال تو زيرو معناتها ون اوف ذيم ايكوال تو زيرو، يعني اي باور اكس ايكوال تو زيرو اور اي باور اكس ماينس 4 ايكوال تو زيرو. لهون ماشي الحال؟ هيدي impossible. طلعوا بالديفينيشن اول شيء exponential should be شو strictly positive، ممنوع يكون equal to zero. يعني هون ما فيك تجيب الاكس. اوكي هيدي هلا بتكفيها عادي. شو بتصير هيدي هون؟ بتصير e power x equal 4. هلا طلعوا شكلها شو صار؟ صار شكلها e power x equal a وال a positive. يعني اذا e power x equal x equal شو؟ لم 4. اللي بيحب يتأكد من شغله في يرجع للإيكويشن هون الأساسية على الكالكوليتر ويحط محل x لم 4. إذا بيحسب e power 2 لم 4 minus 4 e لم 4 هيطلع معه equal to 0. مش الحال؟ طيب شو هي الطريقة الثانية يلي هلأ أنت مجبور فيها بإكزامبل الثاني حاطيته؟ الطريقة الثانية حط هيك مثل اور. هلا طبعا هي الطريقه هون اريح للتلميذ واضحه، بس هلا حتشوفوا انه هيدي بارتيكولر كيس هون بتزبط. مش الطريقه الثانيه اللي حنحكي عنها هلا بتزبط دائما شو ما كان شكل الريكوش. الطريقه الثانيه بتلاحظ انه هيدي شكلها هون لما وصلت لهون. اوكي لما وصلنا لهون بتشبه ايكويشن هيدي اوف سكند ديجري. تكتب لي انه اتس ان ايكويشن اوف سكند degree at يعني من هو variable هون بدل ما يكون x من هو sorry هدي هون okay. at e power x فهمتوا؟ شايفين equation of second degree ولا لا؟ تشبه equation of second degree ولا لا؟ هيدي عندي square لشيء ناقص 4 times نفس الشيء equal to 0. يعني هيدي كأنه شكلها x square minus 4x equal to 0.
بس بدل ما تكون اكس سكوير عندي اي اكس سكوير، عشان هيك بنعتبرها هيدي ايكويشن اوف سكند ديجري ات اي اكس. فبتروحوا عادي على الكالكوليتر، الكالكوليتر بتعطيكم دائما اكس 1 واكس 2. انت بالنسبه لك لان الفاريبل اي اكس صاروا اي اكس 1 ايكوال واي اكس 2 ايكوال. هون نحن عم نستعمل الكالكوليتر. انتوا عارفه بس عندكم الايكويشن اوف سكند ديجري مش دغري بتروحوا على الكالكوليتر. شو بتنزلوا بالكالكوليتر؟ شو هن الداتا اللي بتنزلوهم بالكالكوليتر عندكم؟ هول الكوفيشن المضروبين برا. هون برا ما في شيء، يعني 1 والثاني شو في هون؟ ماينس 4 والثالث السي ما في، يعني 0. فانتوا اذا بتدخلوا 1 ايكوال ماينس 4 ايكوال 0 حيعطيكم وحده 4 وحده 0. هيك طلع نزلت هون. بس هول مين اللي طلعوا؟ هول اي باور، انتبهوا مش اكس 1 واكس 2، هول اي باور اكس 1. لانه الفاريبل هون اكسبوننشال مش 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 اكس. مثل قصه اللان. او اذا بدك على طريقه اللان احنا بلشنا كنت تقول let x equal او let t equal ex وتشتغل، ما في مشكله فيك تعمل. بس انا عشان اوفر عليكم وقت فينا دغري نحط اكسبوننشال equal اكسبوننشال. طيب بالنسبه للثانيه امبوسيبل، خلص هلا هون صارت عاديه، هيدي هيدي بتحلها هيك بتطلع x equal len 4 وهيدي هون impossible. ماشي؟ اعطي هلا اكزامبل. هيدي بحلها على ايكويشن اوف سكند ديجري. هلا اذا بيجي بقول لك يمكن اي بتفضل بتقول لي استاذ الاولى احلى، صح بالنسبه لهي. بس بالنسبه لهيدا الاكزامبل اللي بدي اعطيه هلا ما فيك اصلا تطبق الاولى. انا اعطي اكزامبل ثاني، هيدا كان اكزامبل اذا بدنا نسميه. الفكره هولي ما بعرف اذا انتم حابين هلا تكتبوهم او تصوروهم، مش مشكله انا بدي ارجع على الشاشه. اكزامبل 2 انا عم حاول اشتغل كاني بالصف هاي عشان ما تتعور دائما. طيب اذا بيجي بناخذ هلا ايكويشن بهذا الشكل 2 e باور 2x ماينس 5 e باور x plus equal to zero. شايفين على الإيكويشن؟ بدي حل هاي. هاي الإيكويشن هلا على هاي الطريقة الأولى ما بتزبط. ليه ما بتزبط؟ لأنه هون في عندي مشكلة، عندي plus two. يعني إذا جيت أخذت common factor في x رح فرجيكم هون على جنب إنه ما بتزبط. إذا إجا تلميذ أخذ اعتبرها 2 e power x كلها سكوير ماينس 5 e power x وأخذ الطولة تاني جهة، بنفترض هيك عم تفكر equal minus 2. طيب جيت أنت هلا أخذت exponential common factor مثل فوق، هون بقي عندك 2 e x minus 5 كثير منيح لهون صح equal minus 2. وبعدين هيدي equal minus 2 شايفين الماينس 2؟ لما بتطلع على طرف الشاشه يعني هون كانت ايكوال تو زيرو، زبطت كل وحده ايكوال تو زيرو. اذا عندكم برودكت ايكوال لنمبر غير الزيرو ما فيك تعرف كل واحد قد ايه هو. فهمتوا كيف؟ يعني هاي الايكويشن وصلنا لها ما فينا نكفيها. ماشي؟ اذا عندكم ضرب رقمين ايكوال ماينس 2 في كثير احتمالات، مش بس في 1 وماينس 2، ممكن يكون 1 هاف مثلا 1 ماينس 4. يعني في ماني اكزامبل. بينما هون اذا ذير برودكت ايكوال تو زيرو اكيد حكما وحده منهم ايكوال تو زيرو. فهمت كيف؟ فكرمال هيك بهي الطريقه هون ما بتزبط. شو اللي خلاها ما تزبط الطريقه الاولى؟ انه هون عندي انا بلس كونستنت او ماينس كونستنت ما مشي حالي. فهون بدي اضطر اشتغل على شو هلا؟ على الطريقه. ماشي؟ يعني هي اذا بدكم بشكل عام. فهون بتعتبروها هلا ايكويشن اوف سكند ديجري. ات مين؟ at e power x مثل العادة. يعني فيش داعي نحطها مثل، خلص صارت معروفة هيدي. انتبهوا هي بدكم تفهموها تتقلد، يعني تتعودوا عليها. e power 2x هي دائما e power x square. اوكي؟ يعني هي دائما هيدي فينا نشوفها كباور. بما انه هي equation of second degree at e x بنروح على الكالكوليتر بيطلع عنا e power
x1 equal و e power x2 equal. عم بحجزهم قبل ما احطهم على الكالكوليتر. لانه الكالكوليتر انتبهوا ما بتعطيكم exponential، بتعطيكم x1 equal x2 equal دائما. نحن هون لانه عرفنا انه الفاريبل هي exponential فهن اللي عم نجيبه نحن exponential مش x. وضحيته بتدخلوا الداتا عادي 2 equal minus 5 equal 2. رح تطلع معكم وحدة 2 وحدة half صح؟ هلا انا حاب احط وحدة يطلع نيجاتيف مش مشكلة. هلا عليكم لو طالع وحدة نيجاتيف كنا قلنا عنا شو؟ ريجكتد. بس هون اثنيناتهم طلعوا بوزيتيف مش غلط، يعني في عندي اثنين سوليوشن. الأولى هلا اثنيناتهم طلع شكله مثل هيك e power x equal a. لأنه اثنيناتهم بوزيتيف معناتها ال x1 equal لان 2 هيدي أول سوليوشن و x2 equal لان هاف. لان هاف بس هيك يعني إذا بدكم عشان ما ننسى درس اللان. لان 1 over a هي minus لان a، يعني فينا نحطها هيدي إذا بدكم عوام minus لان a. يعني طلعوا إذا بدكم سيئة بتحفظ لبعض الروس أو يعني أوكي. أستاذ عندي سؤال. نعم. يعني إذا ما كان في constant بنعملها على الطريقة الأولى، وإذا كان في مثلاً constant بنعملها على الطريقة الثانية. أنا بديش أكون تحفظ القصص حفظ. هلا أنا بدي أياك تعرفي شغلة، إنه الطريقة الثانية هي طريقة جنرال تزبط على كل شيء. الطريقة الأولى إذا حبيتيها ما بتزبط إلا إذا ما في constant أكيد، يعني إذا كانت constant equal to zero. كرمال هيك أنا هون فهمتكم إياها، يعني هون بس تغير لون شوي الرجع الأزرق هون كرمال هيك فهمتكم إياها على جنب. هاي إذا بدكم تفكروا هون بنفس الطريقة الأولى فوق ما بتزبط، ومفروض فهمتوا ليش ما بتزبط، لأنه يعني بقي عندي شو هون minus two ما مش الحال. يعني الطريقة الأولى إذا بدك بتزبط بس لما بتكون مسائل ما في constant. إذا فهمتيها هيك وحبيتيها فيك تشتغلي على الطريقة الأولى. هلا أنا بال 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 بالنمبر 1 من عندكم إياه بالإكسترا في تو بارتس، في وحدة شكلها هيك وحدة شكلها هيك. أوكي؟ بس هن بشكل عام إيكويشن أوف سكند ديجري هيك بتكون. يعني قليل يمكن ما يصح لنا تكون هيك. ماشي؟ بس إذا كانت هيك يعني without a constant فينا إذا ما بدنا نشتغل إيكويشن أوف سكند ديجري فينا نعمل فاكتورايز ويمشي. بس بهمني تكونوا فهمتوا ليش هون ما زبطت، عشان هيك فهمتكم اياها على جنب. مش الحال هلا هي ضربهم اذا ضربهم ايكوال تو زيرو، لان خلص مش الحال وحده منهم ايكوال تو زيرو خلصت. بس هون ما في، هون البرودكت تبعهم طلع ايكوال ماينس 2 ما بيمشي الحال ما في حل. فكرمال هيك هي الطريقه الثانيه فيها امان اكثر، انه خلص انه شو ما كانت الايكويشن بتزبط. مهم تنتقلوا منها يعني بس شوفوا ايكويشن فيها اي باور تو اكس واي باور اكس ات ذا سيم تايم، ساعتها بنشتغل على اساس equation of second degree وبصيروا على الكالكوليتر exponential equal exponential. بس بتحطوهم قبل ما تروحوا على الكالكوليتر بنصحكم، لانه اذا رحتوا على الكالكوليتر اوام رح تتاثروا بالكالكوليتر، عند الكالكوليتر بتعطيكم x1 equal x2 equal. فهمتوا كيف؟ فهي هون لا هن الاكسبوننشال equal exponential. ماشي؟ هيدا بالنسبه لل examples على equation of second degree، وهذا النمط كنا بعدنا ما بنعرفه. في شغلة تانية بدي أعطيكم إكزامبل عليها كمان كلمات تعرفوا تحلوا في بارت، يعني تعرفوا تكفوا السؤال. هاي بدي أحاول هون، هلا هون مطرح ما أكتب شايفين مش هيك؟ يعني مثلا إذا عندي أنا e power for example 2 e power minus x plus 3 e x equal ما بعرف equal 4. افترضوا عنا equation بهذا الشكل، كيف بدي حلها؟ هون منا equation of second degree. هذا لو كانت هوني power to x كنت جبت الفور لعندي ومش الحال. بس هوني عندي مرة exponential power minus x ومرة exponential power شو power x، وما عندي قاعدات للسم، القاعدات عندي بس قاعدات للضرب صح؟ وبدي اجيب ال x. اسمعوا شوي، لما بيكونوا الاكسبوننشال مفصولين ببلس او ماينس والاكسبوننت تبعهم بيكونوا اوبوزيت لبعض، يعني ما بيكونوا ايكوال مثل هون، يعني هيدي شو ماينس اكس وهيدي شو هيدي اكس. بهيدي الحاله لتنحل هالايكويشن
لكش بتاعه. بتحولوا ال e power minus x ل e power x using this. شايفينها؟ يعني e power minus x بننزلها على الدرميتر، فشو بتصير هاي الايكويشن؟ بتصير 2 over e x plus 3 e x equal 4. لهون ماشي الحال اول ستيب اللي عملناه، بس استعملنا هاي الرول كرمال يطلع عندي سيم اكسبوننت. فهمتوا؟ بس اللي عملته استعملت قاعدة انه e power minus x هي 1 over e power x وضربتها ب 2 فضلت 2 over e x. لهون ماشي الحال؟ طيب هلا بنعمل same denominator. denominator هو e power x مظبوط؟ 4 هون بضله هو زائد 2. هون شو بصير؟ ركزوا منيح. هيدا 3 e x مقسوم على 1 من المفروض. يعني المفروض هيدا 3 عم بضرب الاي اكس بالاي اكس. شو يعني اي اكس تايمز اي اكس؟ يعني اي باور 2 اكس، او بتحط اي باور اكس كلها سكوير اللي بدك اياه. نفس الشيء هي اي باور اكس تايمز اي اكس. هون اذا ضربت كان اكسبوننشال مش بيجمع الاكسبوننتس مع بعض، فهون اذا ضربت الاي اكس ضرب اي اكس ساعتها اي باور اكس بلس اكس يعني اي باور 2 اكس. فهمتوها؟ ها لما عملنا سيمبل ها equal 4. هلا شو صار فينا نعمل؟ cross multiplication. انا بيهمني هذا الستيب تكونوا فهمتوا الكتابته هلا. بس نزلنا الاي باور ماينس اكس لتحت، انتوا عم تعملوا سيم دنومتر عم يطلع عندكم اي باور ضرب اي باور نفس الشيء. هون عنده القاعدات اي باور اكس تايمز اي باور اكس هي اي باور 2 اكس. هلا هون اذا عملتوا 4 اوفر 1 وعملتوها cross multiplication هيطلع عندكم 2 بلس 3 e to x. او شايفينه ها؟ equal 4 e x. مزبوط؟ عفوا 4 e x. لهون مش الحال؟ ضربنا هاي بهاي، ضربنا هاي بهاي. cross multiplication عادي. هلا اخر شيء رح يطلع شكله، جيبوا ال 4 e x لهون بصير شكله equation of second degree مثل اللي فوق. هون طبعا ما راح نكفيها هلا لانه انا هيدي بشكل شوي يعني من هيك 3 e to x بنجيب هيدي لهون بتصير minus 4 e x وال 2 بتضل plus 2 equal 0. فهمتوا شو صار؟ هيك بنكون حولناها ل equation. هيدي شكلها هلا equation of second degree بتنحل عادي مثل ما حليناها. يعني بتقولوا equation of second degree على x وبتجيبوهم بالاكس. مش الحال؟ يعني بس تكون الايكويشن هيك معفشكه، يعني هيك في اكسبوننشال بمحل واكسبوننشال بمحل ثاني وفي سام، ساعتها العبوا هاللعبه. هلا انا طبعا كنت مظبطها يكونوا اوبوزيت كرمال يطلع عندي مثلاً. ما فيني احط لك مثلا انا هون اي اكس وهون اي باور 3 اكس، ما فيك تحلها يعني. فهمتوا كيف؟ يعني بس يكونوا هيك يعني شكلها منه دايركت مثل هول، فكروا بهالقصص كيف. بس يكونوا الاكسبوننت اوبوزيت وفي بيناتهم الاكسبوننشال بلس او ماينس، فكروا بها. بس هي بتلف وبتدور هون وبترجع للايكويشن اوف سكند هي. يعني انتوا عندكم اذا بدكم ثلاث انواع ايكويشن، يا بيكون شكلها هيك اي باور اكس ايكوال اي، يا بيكون شكلها اي باور ايكوال اي باور، يا بيكون شكلها ايكويشن اوف سكند ديجري وبتحولها بترجع لاي باور اكس ايكوال اي. ونفس الشيء على الانيكواليتي، نفس الشيء على الانيكواليتي، مفيش فرق. طيب بس في شغله بدي احكي عنها بالانيكواليتي لانه بعد ما عشت يتبدل عليها. اسمع، نحن بالنسبة لنا اذا عم تعمل solve لإي باور حيالله شيء يو رح سميه يو شو ما كان، مش ضروري اكس. اذا وصلت لأصغر من number negative، اذا عم تعمل solve مثلا هيدي اصغر من minus 3، شو رأيكم فيها؟ هل هالشيء possible؟ exponential؟ هل exponential فيه يكون اصغر من شيء negative؟ لا افهم هيدي امبوسيبل. هلا يمكن الاغلبيه هون يفكر انه لا لانه شافوا رقم نيجاتيف ثاني جهه. طيب رح فرجيكم هلا على وحده ثانيه. اذا عم نعمل اكسبوننشال سول اكبر مثلا من ماينس 2، هل هيدي امبوسيبل؟ هات لنشوف. بالايكوال امبوسيبل، ايه نحن اتفقنا الاكسبوننشال ما في يكون نيجاتيف، بس هون عم نحكي نحن اكبر واصغر. الأصغر أكيد impossible لأنه الإكسبوننشال ما في يكون أصغر من minus 3. طيب بالأكبر هيدا always true،
عكس ال بلكي كان ماينس 1. نعم بلكي كان مثلا أظن إذا أكبر يعني ماينس 1 مثلا. ليش عم تاخذي انت النيجاتيف؟ انا مش هدفي الاكسبوننشال، انتبه انا هدفي جيب اليو، صح ولا لا؟ انا بالسول مش هدفي جيب اليو. اليو كل اليو اللي بدك اياه هلا يخطر على بالك اللي بدك اياه، شو بدك تاخذ اليو مثلا 2 بدك تاخذيها ماينس 5 بدك تاخذيها 100 اي باور حيلا رقم شو بيطلع الساين تبعه الاكسبوننشال اذا بتحسبه اكسبوننشال حيلا شيء مش حيطلع بوزيتيف نمبر. طيب هيدا الرقم هيضله دائما اكبر من ماينس 2 ولا لا؟ بلى. مش دائما هو اكبر من اي نيجاتيف؟ بلى. هيدي اولويز ترو، يعني بس تقول اولويز ترو يعني فور اول يو، مظبوط ولا لا؟ فور اول شو يعني فور اول يو؟ يعني بتكون ساعتها الاكس او اليو اللي عندكم اياها بيلونجز شو؟ تو ماينس انفينيتي بلس، يعني عكس الامبوسيبل كليا. ليكو شو عكس المستحيل؟ عكس المستحيل كليا انه كل الارقام بيكونوا ترو. ماشي، يعني هون ال x can be any number فبيطلع السوليوشن تبعها x belongs to minus infinity خلصنا، لانه بالاكسبوننشال فوق اذا بتحطوا محل x اللي بدكم اياه هي اليو بيكون فيها x اكيد، اذا بتحطوا محل x الرقم اللي بدكم اياه اكيد الاكسبوننشال حيكون اكبر من minus 2 طبيعي، هو حيطلع بوزيتيف فالبوزيتيف اكيد بيكون greater than. هلا بالنهايه بحط تحفظوهم بس انه عم فهمكم اياهم، يعني ليكو بالنيجاتيف اذا اكسبوننشال ايكوال لنيجاتيف او اصغر من نيجاتيف بتكون دائما امبوسيبل، بس اذا وصلتوا بانيكواليتي لاكسبوننشال جريتر ذان ا نيجاتيف نمبر هيدا اولويز ترو، وبالتالي الدومين تبعي بيكون ماينس انفينيتي بلس. اتفقنا؟ والباقيين عادي بتحلون عادي، يعني اذا عندكم اكسبوننشال مثلا اكس بلس 1 فور اكزامبل اصغر من 3 بتحلوا عادي مثل فوق، بس بتركب هون الان بس بتضلها هي اصغر تهي. يعني بتصير مثلا x plus 1 اصغر من ln 3 اكسترا، فهمتوا كيف؟ يعني مثل الايكويشن بس محل الايكوال شو بصير في عندي؟ اصغر، نفس الشيء عشان تعرف تحل العام الطبق بياخذ ال1 لتاني جهه بتصير الاكس اصغر من ln 3 minus 1. فيك تحطها انترفال وفيك ما تخليها انكواليتي، هلا انا بفضل نحطها انترفال خلينا نشوف. اوكي اوكي تمام. هيدي بدكم حدا يصورها للشاشة منكم؟ اوكي انا بصور استاذ، انا صورتها وبعثت لهم اياها مثل ما هي هيك كلها مع كل شيء هلا كلها. اوكي يا ثانك يو كثير، ابعثوا لنا اياها على الجروب تبعنا. اوكي بليز خليها تضل عندي ماشي. اوكي يا يعطيك ميرسي.